بكم آية تصلي كل يوم في التراويح أو في القيام بروحك أنت؟ كم آية قاعد تقرأ في الصلاة؟ اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة، بس 10 آيات، كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. أخذ الحديث الثاني: من قام ب10 آيات، يعني تخيل بس تقرأ الفاتحة وراها 10 آيات من أي سورة، لم يكتب من الغافلين. الله ما يكتبك عند فلان غافل، لا أبدا، هذا قاعد يصلي ب10 آيات، معناه شيء بسيط. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، أنت عند الله اسمك القانت فلان الفلاني. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. اختار لك الاسم اللي تبي عند الله سبحانه وتعالى واشتغل عليه، والله سبحانه وتعالى يعطيك.